الملك للعالم والوطن. سعيدة اليوم وفخورة جداً أني أكون هنا لأشارك في نجاحات الفريق السعودي ممثل المملكة في المسابقة الدولية للرياضيات التي تقام في أوسلو في النرويج. شعور لا يوصف، شعور فوق بزيادة. يعني أطلع المسرح وأكون ماسك العلم لا إله إلا الله، شيء يفتح النفس. سعيد بتحقيق جميع فريقنا ميداليات دولية. الحمد لله، هذه أول سنة تحقق المملكة 6 ميداليات في هذه المسابقة الرائعة. الحمد لله، شعور لا يوصف. الحمد لله، شعوري بالميدالية البرونزية أشعر بالفخر. سعادة غامرة وفرحة لا توصف وفخر كبير. الحمد لله، اليوم حققت الميدالية الفضية، أيضا جبت إنجاز جديد وهو أعلى درجة للمملكة في المسابقة 32 درجة، وإن شاء الله السنة الجاية نقدم أفضل.